الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الأطهار والصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الحشر والفراق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، وقد وصلنا إلى صفحة كام؟ صفحة 92. إن شاء الله تعالى بهذا الدرس يتم الايه؟ الفصل الأول، أو تتم هذه المقدمة فيما يتعلق بالنظر وأحكام التقليد. صفحة 92 عند قوله رضي الله تعالى عنه: بل كل عاقل يجوز فيمن يظهر الإيمان أن يكون فيه مقلدا أو ضالا أو شاكا أو متوهما، بل هو يجوز أن يكون كافرا زنديقا. بل لو نطق مظهر الإيمان بأدلته وأتقن براهينه لما قطعنا في حقه بالإيمان ولا المعرفة، لاحتمال أن يكون في قلبه شبهات أوجبت له شكا ولم يبدها لنا، أو حفظ تلك الأدلة تقليدا ولم يتحققها إلا أن قرائن الأحوال تغلب الظن بأحد الأمرين. وبالجملة فالإيمان لما كان مرجعه إلى المعرفة، والمعرفة من السرائر والله سبحانه متوليها فلا تعرف إلا من قبله. ولهذا زجر النبي صلى الله عليه وسلم سعدا رضي الله عنه عن جزمه بالإيمان في حق الرجل الذي أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن إعطائه، فقال له سعد: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، بفتح همزة أراه أي أعلمه. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما، بإسكان الواو على الإضراب عن قوله إلى الحكم بالظاهر، فكأنه قال: بل تراه مسلما، فما بالك تقطع بإيمانه لأنه من الباطن الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. والحديث خرجه البخاري ومسلم وغيرهما. يلا يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال محشرهم الله: قولوا بل كل عاقل مجوز فيما يظهر الإيمان إلى آخره، أي وحينئذ فلا يصح قطعا أن القاضي يقول يعني ممكن أي واحد عنده عقل ويفهم يجعل هذه الاحتمالات قائمة في كل من يظهر الإيمان. يعني يجوز أن يكون هذا الذي يدعي أو يظهر الإيمان أن يكون مجرد مقلد، وليس كل من يظهر الإيمان فهو مؤمن حقا. يعني ممكن يكون مؤمن مقلد، أو يكون أقل من المقلد يعني ظان، أو أقل من الظان شاك، أو أقل من ذلك كله هو المتوهم، بل ممكن يكون كافرا
أو إيه كافرا زنديقا. يعني كل هذه الاحتمالات يقابلها احتمال واحد اللي هو إيه ها السامع بنقول إيه حد بيتكلم. يعني عندنا كم احتمالات ممكن ده يكون مجرد مقلد واحد نطق بالشهادتين أو أظهر للناس أنه مؤمن. وممكن في احتمال يكون ده إيه مقلد، في احتمال ثاني يكون إيه ظان أو شاك أو متوهم. كل ده الاحتمالات في مقابلة أمر واحد وهو إيه هو أن يكون مؤمنا حقا، يعني مؤمنا عارفا لا مقلدا ولا متوهما ولا ظانا ولا شاكا ولا واضحا. ولذلك أمر واحد، أمر واحد اللي هو إيه ها اللي هو الإيمان تقابله احتمالات مختلفة. يعني كل ده في مقابلة أمر واحد. ولذلك تجد مثلا في الآية الكريمة في سورة الحجرات ولكن الله حبب إليكم الإيمان، أمر واحد، وزينه في قلوبكم وجعل ثلاثة أمور في مقابله. يعني حبب إلينا حاجة واحدة وكره إلينا ثلاث حاجات، الكفر والفسوق والعصيان. وكذلك هنا في المؤمن العارف تقابله هذه الاحتمالات. واضح؟ يلا. قوله بل كن وعقل من جوف يقيم من غير الايمان الى اخره، اي وحينئذ فلا يصح قطعا ان القاضي يحول ان المعرفه حاصله من كل من صرف عليه انه مقيم كقاضي. يعني اذا كان هذا يجوز في كل من يظهر الايمان، مش كده؟ يبقى اذا فلا يصح لما يكون كل عاقل يجوز هذه الاحتمالات. بناء على هذا لا يصح قطعا ان القاضي يقول ان المعرفه حاصله لكل من صدق عليه انه مؤمن في الظاهر، والا حيبقى القاضي ده مش من العقلاء. اذا كان يقول لك كل عاقل يعني حيخرج القاضي عن ذلك. يلا. قوله بالايمان من قوله لما وقعنا في حقه بالايمان، اي حديث النفس التابع للمعرفه. فقوله والمعرفه من عقل مضايق. فقوله بالايمان اي حديث النفس التابع للمعرفه. فالايمان ما هو؟ حديث النفس التابع للمعرفه. وقوله والمعرفه من عقل المغاير، يعني عاوز اقول لك المعرفه تغاير الايمان. يعني مش كل عارف مؤمن ولا كل مؤمن عارف، الا اذا بنينا على راي الشيخ السنوسي. فلا بد ان يكون المؤمن عارفا لانه عنده التقليد لا يكفي في عقائد الايه في عقائد الايمان. قوله شبهات من قوله لاحتمال ان يكون في قلبه شبهات. يبقى اذا مش كل عارف مؤمن بدليل ايه المغايره. بيقول ايه؟ بيقول حديث النفس التابع للمعرفه. فقولوه والمعرفه، والمعرفه ما دام جاء بالواو يبقى المعرفه تغاير الايمان. ليه؟ لانها قد توجد ولا يوجد الايمان. فلما جاءهم ما عرف المعرفه موجوده لكن وجد معها الكفر، كفروا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، عارفين لكن مش مؤمنين. عارف انه فلان ده نبي، ايوه عارف، لما تؤمن
لا أمر مع المعرفة. يعني ممكن اللي هو لا يؤمن بأنه النبي لأنه لا يعرف أنه النبي يمكن يكون عنده حجة، يقول الله أنا أصله وعرفت إنه ده نبي كان آمنت به، زي كفار مكة لما كتبوا في الصلح كتب اكتب هذا ما ايه عاهد عليه رب. لا لا اكتب اسمك واسم ابوك، ما نعرفش غير اسمك محمد ابن عبد الله. انما حكايه رسول الله دي هو لو انت لو احنا نعرف كده كان شغل ده نعرف كل حاجه، فلا نعرف الا انك انت محمد ابن عبد الله. موضوع رسول الله احنا مش معترفين به. يبقى اذا المعرفه مغايره لايه؟ للايمان. يلا اشرح. قولنا الشبهات اي وردت على الادله، يعني بيبقى في دليل، واحيانا هناك شبهه ترد على الدليل فتحتاج الى دفع حتى يسلم الدليل من الاعتراض. اهو معنى ايه كلمة الشبهة؟ انت تقول دليل وخلاص ونتفق عليه، فجأة يطلع واحد يقول لك تروح انت ايه تنفي او ترد على شبهته، فتكون ايه قد جعلت الدليل مسلما، ربما يكون في شبهة. قوما او حفظ تلك الادله تحليلا، يعني مثلا واحد جانا مره بيقول ايه بيفرق بين النبي والرسول، فراح قال اصله ايه الرسول اللي هو ايه ارسل، يعني كده ماخوذه من الاسم رسول، يعني ايه في ارسال، كما ارسلنا انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم، كما ارسلنا الى فرعون ايه رسولا. انما النبي ده من الانباء، يعني جاله ايه نبأ، جاله خبر لكن لم يرسل، ده الدليل ماخوذ من ايه من اللغه، انه معنى الرساله كذا ومعنى النبوه كذا. اي واحد يقول لك ايه يا اخي الرب ما هو كده، يعني معنى كده انه الرسول فقط هو الايه اللي ارسل والنبي لا، معناه كده يروح يجيب لك الآية بتاع وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يقول لك لما هو ده ربنا قال أرسلناه وده أرسلنا، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يبقى كلاهما مرسل، فكيف تقول إنه الرسالة هي فقط للرسول؟ هذا الشبهة. فأنت عاوز تدفع هذه الشبهة، هو اعتبره هو زي سميت شبهة لأنها تشبه الدليل، فأنا عاوز أقول له لا، التعريف اللي قالوه العلماء صحيح اللي هو إيه الرسول من الرسالة أو من الإرسال، والنبي من الإنباء من الخبر، ولذلك قالوا كل رسول نبي وليس ليه العكس. فراح أقول له لا، أمال كيف القرآن يقول وما أرسلنا، يعني كلاهما مرسل. أو مثلا في قوله تعالى فبعث الله النبيين، بس كلمة بعث ممكن تكون معناها أخرجهم يعني للناس، وليس بعث يعني أرسله، لأنه الآب وما نرسل المرسلين، يعني لا يرسل إلا إيه الرسل، لم تقل الآية وما نرسل النبيين، بل إيه وما نرسل المرسلين إلا إيه بشرين. فكيف تدفع هذه؟ فنقول له والله تعالى اصل في اللغه حاجه اسمها ايه فعل محذوف، يعني تقدير الايه وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبانا من نبي، فبيسموها ده في البلاغه حاجه زي الاحتباك او ايه الاكتفاء، حاجه يدخل حاجه بحاجه، يعني مثلا في سورة آل عمران ده بيسموه احتباك، يعني زي كم من فئة قد كان لكم آية في فئتين،
فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. بل تقاتل في سبيل الله مؤمنة، مش كده؟ عشان الثانية كافرة، بس ما فيش في الآية كلمة مؤمنة، فاكتفى بكلمة كافرة تدل على إن الأولى مؤمنة. وقال إيه؟ بل تقاتل في سبيل الله، لكن لم يقل على الكافرة تقاتل في سبيل مين، بل أخرى كافرة. يبقى حذف من الأولى لدلالة الثانية، ومن الثانية لدلالة الأولى، ده اسمه حبكها في بعضها. يعني كان التخبير بكده، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان. من الآية الثالثة، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا فقاتلوا أولياء الشيطان. فحذف من هنا ومن هنا. أرض قوله أو حفظ تلك الأدلة تقليدا ولم يتحققها عفوا على قوله في القدر. يعني في ناس مؤمنة ولكن لما تيجي تسأل عن الإيمان يقول لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمنت بالله ورسوله، حافظ، بيقرر لك اللي حافظه. لكن لو قلت له ده واحد حافظ الألفين، رحت قلت له إيه؟ اشرح لي البيت ده، يقول لك ايه؟ حفظت بس. ففي ناس حافظه الادله وحافظه العقائد لكن ايه؟ لا تعرف التوجيه. في ناس مقلده، واحد ظن يعني غلب على ظنه انه الناس دول عقيدتهم صحيحه، فقال لك خليك معاهم على ظن. يجي واحد مثلا قوي يبقى جنبه شك، يقول لك لا ده الناس دول بيتظاهروا انما في الحقيقه دول بيعملوا حاجات يعني غير، يبدا يزرع فيه الشك فيتغير منه ايه؟ ليس راسخا وليس ايه؟ ثابتا. اذا كان هذا يحصل مع صاحب الظن، فصاحب الشك والوهم من باب ايه؟ قالوا قرائن الاحوال الإضافة للبيان وأنب الجنس. قوله الظن أي ظننا. قوله لأحد الأمرين المراهبين المعرفة بنفسنا. خلصت الصفحة؟ لا ماشي. قوله لأحد الأمرين المراهبين المعرفة بنفس الأمر وعدمها فيه. يعني هنا بيقول لك إيه؟ يقول بل لو نطق، نطق مظهر الإيمان بأدلته وأتقن البراهين لا نقطع في حقه بالإيمان ولا المعرفة، الاحتمال أن يكون في قلبه شبهات أو جرت له شكا ولم يبدها لنا أو حفظ تلك الأدلة تقليدا ولم يتحققها، إلا أن قرائن الأحوال تغلب الظن بأحد الأمرين. ما هما أحد الأمرين؟ المراد بهما المعرفة بنفس الأمر وعدمها فيه، يعني في نفس الأمر. يعني هو في الظاهر يقال عارف حافظ أدلة وحافظ قرآن وبيصلي بالناس، فالناس يقولوا عليه من أهل العلم، حتى يجوا الناس الفلاحين اللي في القرى يستفتوه لأنه في الظاهر عالم، لكنه في نفس الأمر مش عالم، لأنه في الحقيقة حافظ أو ناقل صامم صم كده مش عالم. عشان كده بيقول لك إيه؟ قرائن الأحوال تغلب الظن بأحد الأمرين اللي هم إيه؟ المعرفة في نفس الأمر وعدم المعرفة في نفس الأمر. يعني القرائن هترجح واحد من الاثنين، هل هو في نفس الأمر مش بحسب الظاهر بحسب الحفظ وحسب الحكاية، إنما في نفس الأمر، هل ده عارف ولا لا؟ إيه اللي هيخلينا نقول في معرفة من عدمها اللي هو إيه؟ القرائن. قوله وللجملة فالإيمان لما كان مرجعهم إلى آخره راجع في قوله وعلى القطع أن هذا مما لا يكون للقطع ولا غيره. وعلى القطع، ها؟
الفن وعلى القطر. وعلى القطر أن هذا يكون نعم نعم قوله من رجوع المشروط للشر. من رجوع المشروط للشر لأنه قال ما في مشروط، يعني حتى كلمة مشروط يعني معناها حيرجع مشروط بشرطه. من رجوع المشروط للشر قوله والمعرفة مثلها الإيمان فلا وجه للتخصيص، يعني بالجملة فالإيمان لما كان مرجعه إلى المعرفة. لماذا قال هذا؟ يريد أن يقول لك الإيمان عند الشيخ السنوس شرطه المعرفة، يعني من غير معرفة ما فيش حاجة عنده اسمها إيمان. قوله من السرائر أي الأمور الخفية، يعني يقول لك الإيمان يرجع إلى المعرفة مش كده، والمعرفة من السرائر يعني معناها من الأمور الخفية. يعني ممكن واحد يقول أنا مؤمن عارف وهو يحتمل أنه مقلد لأنه يحفظ الأدلة وخلاص، ويحتمل أن يكون معرفة ورسوخ وعلم، فوالله أعلم. طب كيف يعني نقطع بأحد الأمرين؟ لا نستطيع القطع بأحدهما لأن هذا سر المعرفة من السرائر. ولهذا قال تعالى يوم تبلى السرائر، يعني الحاجات المخفية تظهر، يظهر يوم القيامة من اللي عارف ومن اللي كان بيضحك على الناس ومن المقلد ومن اللي كان ومن اللي قوله والله سبحانه المتولين المطلع عليها وحده. والله سبحانه وتعالى متوليها اللي هي ايه؟ السرائر مش المعرفة. فلا يحرم فلا يحرم أي الإيمان، وفي نسخة فلا تحرم أي المعرفة، والفاء زائدة في جوابه لم قوله إلا من قبل بكسر القاف وفتح الباء أي الله تعالى كأن يخبر أن يجر بأن فلان المؤمن، يعني لا نقطع ولا نقول على سبيل الجزم أن فلانا مؤمنا إلا إذا أخبر الله أو رسوله بذلك، كده نقولها على سبيل القطع، إنما غير كده نقولها من باب إحسان الظن، فلان مؤمن، فلان ولي، فلان غير صالح، فلان مستجاب الدعوة، كل ده إيه؟ على سبيل تغليب الظن، إنما على القطع إلا إذا جاء وصفه في القرآن بأنه مؤمن. يبقى في هذه الحالة نقطع بذلك. ليه؟ لأن الذي أخبرنا بإيمانه مطلع على سره، أما أنت مسكين ما تعرفش حاجة، قد يكون أبوك ولا تعرف سره. قوله ولهذا أي لكون المعرفة من السرائر. قوله أن أعطائه أي من المال، يعني قصة حصلت، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يريد إيه عطاء فأمسك عن إعطائه، يعني امتنع ما رضيش يديه، فسيدنا سعد زعل بين عليه فقال له يا رسول الله ما لك عن فلان، يعني ايه الحكايه الرجل ماله؟ فوالله شوف اني لاراه مؤمنا، كلمه ارى هنا يعني اعلم، يعني سيدنا سعد قطع بايمانه خلاص كده. يبقى إذا كل الدرس ده بيدور حوالين إيه؟ أن الإيمان لا يحكم عليه بالظاهر، ما تحكمش واحد مثلا في غزوة من الغزوات أصاب سهم فقتل، فقال أحد الناس هنيئا له الله أكبر الله إيه حكاية فلان ده شهيد، فقال صلى الله عليه وسلم لأن الله أطلعه على السرائر هو في النار،
شاهد مين يا بابا؟ ده في ناس مسيحي بيموت فيه يقولوا ده شاهد بابا. بيجي دي يعني عملية رخيصة يقولوا كده. إذا كان في الصحابة والنبي قال له واحد شهيد إذا ده الغير مؤمن شهيد إيه؟ خلاص الشهادة بيجي يعني بتتباع لغير المسلمين توزع. وفي البخاري كده باب لا يقال فلان شهيد الله أعلم بمن يكلم في سبيله. لا يا سيدي يا رسول الله دري المؤمن قاتل بالسيف وإحنا شفناه لآخر لحظة شغال في الحرب قتل من الكفار وربنا أكرم بالشهادة. قال لا ده أصابه جرح لما وقع فما تحملش إيه الألم فجاب سن السيف أو حديدة راح قطع استعجل نفسه أو قطع العرق اللي هو موصل للقلب بحديدة يعني زي كأنه انتحر يعني تلقى فيه منتحر شهيد أو غار في داهيه ومع ذلك كان يقاتل في سبيل. ما نعرفش احنا كيف مات أو ما هي الحالة التي مات عليها ونيته كان فيه يعني ممنوع نكتب الشهيد فلان ها ممنوع إلا إذا قلناها على جهة التبرك كده أو جهة يعني يا بنقولها كده يعني على باب إحسان الظن مثلا إنما على جهة القطع لا أوعى شرف. النبي صلى الله عليه وسلم قال والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا بي قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي. فاوعى تبقى مغفل أو جاهل وتقول على سبيل القطع. الرجل الذي قطع لما كان يقول لأخوه أخوه كان عاصي يشرب خمر ما يصليش الجماعة يقول له إيه صلي صلي ما فيش فائدة راح قال له إيه والله لا يغفر الله لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الذي يتألى على الله لقد غفر الله له العاصي وأحبط عملك. خليك أنت في المساجد ذي النار وحضرت إليه وهو لقاس الخمارة حيروح الجنة. أنت مالك أنت أنت خليك إيه على إيه جهة إحسان الظن ماشي إنما إياك والإيه والقطع لأحد بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا في المقطوع لهم بذلك من الله ورسوله. كان الشيخ النابلسي عمل رسالة في الذين ورد نص قطعي بأنهم من أهل الجنة والذين ورد فيهم نص قطعي بأنهم من أهل النار. يعني مثلا حلفت بالله أنه أبو لهب ده في النار خلاص ما إن ده نص قطعي سيصل نار ده. يعني اللي ورد فيه نص كده بأنهم من أهل النار زي مثلا هامان تحلف وما عليكش كفارة فرعون قارون حد يقول قارون من أهل الجنة؟ لا نبيه ماشي يلا ماشي قولوا ما لك عن فلان أي تعرض عنه حيث لم تحقيه أي تعرض عنه مش تعرض تعرض أي تعرض عنه حيث لم تحقيه من المال. قولوا أو مسلما أي بل تراه مسلما. يعني شوف هو بيقول يا سيدنا سعد يا رسول الله والله إني لأراه مؤمنا. فقال صلى الله عليه وسلم أو مسلما يعني كأنه إيه بيضرب يعني أنت الإيمان ده حاجة في القلب خفية يعني إذا كنت عاوز تشهد له قل إني لأراه مسلما لأنه الإسلام ده حاجة ظاهرة صلاة وصيام وحج وعمرة وسبحة ولحية وجلباب قصير خلاص مسلم بس ايه مجسم او مشبه. قوله او مسلما اي بل تراه مسلما اي مقاتا في الظاهر الذي تقتدر عليه ولم تره مؤمنا اي مقاتا في الباطن الا في ممكن نحكم كده واحنا مطمئنين باسلامه ما
لأن الإسلام انقياد ظاهري. ولهذا قال تعالى: قالت الأعراب آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا. شوف كده المقابلة، يعني كان ممكن يقول ايه؟ قالت الأعراب آمنا. شوف كده، لم يقل لهم لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا، مش كده، قولوا أسلمنا. فالمفروض يقول لهم ما تقولوش آمنا. افرض قال لهم قل لا تقولوا آمنا ولكن قولوا، يبقى كأنه الحق تعالى، شفت دقة القرآن في البلاغة، لو قال لهم لا تقولوا آمنا، ما هو ده المراد انهم ما يقولوش آمنا، بس لو قالها لهم كده يبقى معناها كأن الله بينهاهم على الإيمان. لا تقولوا، كان بينهاهم عن شيء جميل. هو حد يقول فيكم أي الجماعة سيقول ربنا، واحد قال أنا مؤمن، لا لا تقولوا آمنا. ده مأخوذة في سياق معين عشان الإمام ما دخلش، نبقى لو كان دخل الإمام فعدل القرآن عن كلمة لا تقولوا أمنا، أنه بعد قال قولوا أسلمنا، قال قل لم تؤمنوا، لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لما يدخل الإيمان قولوا أمنا، ما تقولوا هاي بالأكتر. القرآن دقيق سبحان الله، الدقة اللي فيه من أعجب منه. قوله عن قولي أي سعد رضي الله عنه، يعني مثلا في الآية بتاعت سورة الحجرات عن طائفتان من المقتتل فأصلحوا بين بينهما فإن بغت إحداهما، لا اللي قبلها طائفتان اقتتلوا فأصلحوا بينهما، شنو فإن بغت؟ لما قال هنا فأصلحوا ما قالش بالعدل، لما قال فإن بغت إحداهما فقاتلوا، فإن فاءت فقاتلوا بالعدل، يعني جاب كلمة فأصلحوا مرتين. في الأول ما جابش كلمة العدل، يعني معناها الصلح الأولاني ما فيهوش عدل والثاني فيه، قال لك لا، أصل الصلح في الأول مش معناها التحكيم، ده معناها إزالة القتال نفسه، فهنا ما فيش فيه عدل ولا معدل، مش فيه، يعني كفوا امنع القتال الأول بعد كده نشوف مين اللي هنا العدل يجي بعدين. لذلك لم يكتفي بقوله بالعدل، قال وأقسطوا، خلاص كده، إن الله يحب المقسط. قوله عن قوله أي سعد رضي الله عنه، قوله خرجه أي ذكر له مخرجا وسنده. خرجه البخاري ومسلم وغيرهما، الحديث مخرج يعني ليه سند، ليه أصل صحيح، يعني يكفي انه تخريجه عند مين؟ عند الإمام البخاري ومسلم. هذا كله في حق الغير المظهر للإيمان، وأما الإنسان في نفسه فهو أعرف بحاله إن كان عاقلا. ومن الجهلة من لم يعرف حال نفسه، فهو في درجة التقليد المختلف فيها، ويتوهم أنه في درجة المعرفة. ده بيقول لك يعني ربما واحد يظهر الإيمان في احتمال يكون ايه؟ يكون مقلد أو ظان أو شاك أو متوهم، ده كل ده في حق واحد غيرك. إنما لما تيجي تتكلم عن نفسك يبقى الإنسان في نفسه أعرف بحاله إن كان عاقلا. لكن في نوع ثاني جاهل مش عاقل، ولذلك بيقول ايه؟ ومن الجهلة من لم يعرف حال نفسه، يعني هو أصلا مش عارف حال نفسه، مش حكاية متذبذب، يعني العارف اللي هو على يقين ويعرف الأدلة، يعرف أنه عارف. يعني الرجال أربعة، رجل يدري ويدري أنه يدري، يعني عارف وعارف أنه عارف، ده العالم ده. ورجل يدري ولا يدري أنه إيه؟ يدري.
ده ايه؟ ده هو ده اللي مش عارف حال نفسه. هو عارف بس مش عارف ان هو عارف. ورجل شوف كده لا يدري ويدري انه لا يدري. رجل مش عارف وعارف ان هو مش عارف. ده مين؟ ده الجاهل. بس ده الجاهل البسيط. ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري. ده المصيبة. عامل نفسه ابو العريف ومحدش عارف حاجة غيره. لا يدري ولا يدري انه لا يدري. هذه اعظم مصيبة الامة. ثلاثة ارباع الامة يظنون انهم يدرون وهم لا يدرون. او يظنون انهم يعقلون وهم لا يعقلون. ولذلك يقول لك ومن الجهلة من لم يعرف حال نفسه. يقول لك رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. انما ايه معنى هذا؟ لما اقول لك والله انا عارف حالي ورجل بسيط قدامي ده مش كده. ايه معنى رحم الله امرأ عرف قدر نفسه؟ يعني في انسان ما يسويش ولا حاجه ومع ذلك شايف نفسه حاجه كبيره قوي قوي. او ده مش عارف قدر نفسه. انما اللي هو عارف قدر نفسه وعارف حجم نفسه وعارف ادراكاته وعارف علومه وعارف درجته في العلم او في الفقه ده ايه اللي دعي له بالرحمه. رحم الله امرا عرف قدر ايه؟ عارف ان انا والله انا انسان يعني في المعرفه محدود. عارف لي كلمتين في السنوسيه وشويه في الخليج. انما يجي واحد ثاني يقول لك لا يوجد كتاب إلا اطلعت عليه وقرأت وحصلت وعندي إيجازات وعندي 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 وعند الجد تجده لا يعرف شيئا. يا من تدعي في العلم معرفة لقد عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. فربنا يرحمكم إذا كنتم تعرفون قدر أنفسكم. أما إذا لم تكونوا من العارفين فعلى الدنيا السلام. ربنا يخشكم ويريح. قال الشارح ومن الجهلة من لم يعرف حال نفسه فهو في درجة التقليد المختلف فيها. يعني في ناس في مش عارف حال نفسه وهو في درجة التقليد اللي هو كده المختلف فيها. ليه معنى المختلف فيها؟ اختلفوا هل المقلد ناجي؟ هل إيمانه يكفي؟ هل التقليد يكفي في الإيمان؟ هذه مسألة محل اختلاف كبير. ويتوهم يعني اللي هو ايه مش عارف حال نفسه ويتوهم أنه في درجة المعرفة. ولهذا قال بعض الأئمة من ظن أنه عرف ولم يدري كيف عرف فلم يعرف. يعني يجي واحد يقول لك ايه تسأل عارف الدليل؟ يقول لك ايوه عارف الدليل. وروح يقوله لك تسأل تقول كيف يستدل به؟ جهة الدلالة هي ايه؟ فلا يعرف. اذا فهو لا يعرف الدليل. يبقى ليس المراد بمعرفة الدليل حفظ الدليل. يعني مثلا يجي واحد يقول لك ايه ما هو الدليل على وحدانية الله؟ فيجيب دليل عقلي ويجيب دليل نقلي. ممكن يكون حافظهم كده. في ناس بتدخل الامتحان حافظة يكتب الكلام ممكن يطلع بممتاز وهو مش من اهل العلم. هو جاهل بس حافظ. بس انا ايش عرفني انه كتب ده في الورقه حافظ ولا كتب عارف؟ في الورقه لا تنطق فيتساوى العارف مع غير العارف في الورقه. انما لو قدامك في امتحان الشفوي مليان ازهر الشريف فيه الأزهر الشريف في حاجة اسمه امتحان شفوي. قال ليه؟ عشان أسأله في اللي كتبه في التحرير. أقول له إيه؟ أقول له الدليل على وجود الله. يقول لي العالم. صح العالم دليل على وجود الله لكن
جهة الدلالة، يعني كيف يستدل بالعالم على وجود الله، فلا يعرف. إذن هو ليس عارف، لأن المقصود من معرفة الدليل مش حفظ الدليل أو ذكر الدليل، وإنما معرفة جهة الدلالة. يعني مثلا العالم كيف دل على وجود الله؟ حدوث العالم، يعني وجوده بعد جهة الدلالة هي الحدوث، أو هي الإمكان، أو الإمكان بشرط الحدوث، أو هما معا. فده عرف كده، يبقى إذن إيه؟ هذا من العارفين. إنما حفظ الكلمتين راح كرهم وقالهم، وذلك الناس العوام ما يعرفوش الفرق بين الحفظ وبين العلم. يجي واحد من يوم الثلاث أو من يوم الأحد حفظ الخطبة صم، ويقولها بقوة كده وبصوت مؤثر، فيظن الناس انه اعلم من في الارض، هو مجرد حفظها فقط. والانسان العالم ما بيحفظش، فيجيب افكار ويجيب كذا، وممكن كلمة تروح منه، حديث يتروح منه، ما يتذكرش الآية يقولها غلط، فالناس يقولوا ده جاهل. وسيدنا الشيخ الشعراوي لما كان يفسر كان يمسك المصحف، كان تروح منه آيات وساعات يقرأ الآيات، فالناس يقولوا ده مش حفظ القرآن. وفي ناس حفظ القرآن صم، لكن لو سألت عن فرائض الوضوء ما يعرفش. العوام لا يفرقون بين الناس اللي بصم كده وحافظة، وبين الناس اللي بتفكر وعندها علم. ومنهم من لم يفتي العقائد ولا بدعة. خد بالك، قال بعض الأئمة، ده حاجة حلوة جميلة، من ظن أنه عرف ولم يعرف كيف عرف، ولم يدري كيف عرف فلم يعرف. يعني في انسان يحفظ الطريق، يحفظ حفظه ويوصلك، يوصلك صح. وفي ناس تقول له كيف الطريق، يرسمها لك ويقول لك تدخل كده وتطلع كده، ده ايه يعرف كيف توصل. ما في انسان حفظ الطريق حفظه، لانه ده واحد وده واحد، ده هذا اللي يوصلك صح. انما الثاني، يعني مثلا في واحد مره كنا رايحين ندور واحد كان في شبره، واحنا لسه ما نعرفش جايين القاهره جايين ولا مش جايين من زمان، كان بحس غلط، فحافظين انه اول الشارع في شجره، في محل كده في شجره، قالوا ان الشجره يبقى على يمينك تمشي كده 20 متر من البيت. فاحنا جينا الشارع من الجهه الثانيه، فاحنا بنقول مش هو الشارع ده اسمه مكتوبه. اهو ده الفرق بين العارف وبين المخلد، انه لو كان الشجرة مش موجودة ده مش هو الشارع. ده اسمه مكتوبة ومع ذلك انكر، قال لا مش هو. ليه؟ اصل هو مش موجود الشارع. فخدناه لحد ورجعنا الشارع من اول، قلنا غادر كده هو. طب لما نيجي للناحية التالت مش هو، اهو ده مخلد والتاني ايه؟ عارف. وضعت كده، فهمت فائدة المعرفة ايه؟ لأنه كيفية الوصول دي مهمة. مرة واحد بعت مثلا بنته عشان تشتري قلم، قلم المكتبة، فدخلت خطأ، بدل ما تدخل يمين دخل الشمال، فلم تجد المكتبة، فراحت لأبوها قالت له أصله هد الشارع والمكتب، الشارع اتهد كاملا وعملوا شارع جديد، المكتب موجود بس هي كلها دخل الغلط للنعم. انما العارف لا، كان على الاقل كان سائل والشارع اللي اسمه ايه وفين المكتب، كان وصل. انما المقلد ماشي ورا حبل كده. فذا قالوا لا فرق بين بهيمه تنقاد أو بهيمة تقاد ومقلب ينقاد. أحد الجهلة سيدنا وضع كلب في الصحراء وعلمه بالسحابة. مين ده؟ ما حدش يعمل كده غيرك أنت. لو معك كلب وأنت خاوف، ما حطش الكنز عشان تعلمه، كل الطمع بتاعك خلاك دفنت الكنز ونسيت العلامة. هو ما كانش علم بسعابة، كان علم بالسماء نفسها.
ومنهم ما لم يكن من الحقائق ولم يداروا التفريد وهو تكليف. أصل مرة واحد كان في بيت أو محل تجاري سرق، فقالوا فلان ده بيسهر بالليل، كان من الناس المجازين بيسهر ويلف في الشارع، فقالوا ده بالذات صاحب الليل كله ورايح جاي في الشارع زي النجمين، فأكيد ده عارف مين؟ عارف السارق، عارف الرجل اللي سرق. فراحوا قالوا نعطيك مال أو نكرمك أو كذا، بس تخبرنا من الذي سرق الحانوت؟ قال نعم. فأعطوه 10 دنانير وأكل وشرب. من اللي سرق الحانوت؟ قال اللصوص. ثم معروف اللي سرق، أنت أخبرتهم بيك، إيه الفائدة اللي أنت جبتها؟ تعرف السارق؟ قال نعم. بس هاته. مين اللي سرق؟ الحرام. يلا. ومنهم ما لم يمكن العقائد ولو بدرجة التقليل وهو كثير. وهذا الذي حملنا عليه قول القاضي من أن مراده للمؤمن المؤمن عند الله وفي شرعه. لا من يطلق عليه نحن لفظ المؤمن بناء على القاضي. يعني خد بالك كده، وهذا الذي حملنا عليه قول القاضي من أن مراده بالمؤمن المؤمن، يعني هو ده اللي خلى الشيخ السنوسي يفسر كلام القاضي الباقي اللامي عندما قال لا يوجد مؤمن إلا وهو عارف، فأراد بالإيمان الإيمان المعتبر شرعا، مش الإيمان بحسب الظاهر. خلاص كده؟ يعني أراد المؤمن المؤمن عند الله، وليس المؤمن في إيه؟ في الظاهر وفي شرعه، يعني عند الله وفي شرعه. لا من نطلق عليه نحن لفظ المؤمن بناء على الظاهر، فقد صرح بمعناه شرف الدين ابن التلمساني في شرح المعالم، حيث تعرض لمن يحكم عليه بالإيمان ولمن يحكم عليه بالكفر، فنقل عن القاضي أن حقيقة الإيمان الشرعي ترجع إلى المعرفة والتصديق بالقلب، قال فالكفر يرجع إلى الجهل بما إيه؟ فالكفر يرجع إلى الجهل بما شرط علمه في الإيمان، يعني بما لا يكون الإيمان إيمانا إلا بالعلم به. فخبرا وخلاص، وأنت برضو لم تخرج عن دائرة التقليد. بما شرط علمه في الإيمان إجماعا أو التكذيب به، وكذلك الإعراض عن النظر في التوحيد كفر لما يلزمه من الجهل، وكذلك الشك والظن فإنهما يستلزمان انتفاء المعرفة. يلا شوف. قال المحشر رحمه الله قوله هذا كله أي من قوله وعلى الحق إلى هنا، قوله في حق الغير إلى آخره، أي في حق غيرك المظهر للناس، في حق غيرك المظهر أو المظهر للناس من قياده الظاهري أنه مؤمن باطنا، قوله في نفسه أي باعتبار نفسه وذاته، قوله فهو أعرف إلى آخره، أي هل عنده معرفة أم لا، قوله ومن الجهل أراد بهم الذين لا معرفة عندهم، وهذا بقوة الاستدراك على ما قبله، قوله من لم يعرف حال نفسه أي من الجهل القائم به فيدعي العلم، أي ومنهم أيضا من يعرف حال نفسه من أنه جاهل لا يعرف شيئا، وهذا هو المنصف، فإذا أنصفت من نفسك فهذا هو الحق. قوله فهو إيه يا شيخ محمد؟ فيه تقديم وتأخير، الأصل فيتوهم أنه في درجة المعرفة وهو في درجة التدريس. قوله المختلف فيها صفة كاشفة، قوله ولهذا أي لكون من ذكر يتوهم أنه في درجة المعرفة، أي مع أنه ليس كذلك، قوله ولم يدري إلى آخره، لم يدري جواب هذا الاستفهام،
وجوابه هو التصريح بالدليل أنه إذا قيل له كيف عرفت ربك قال بإيجادي هذا العالم، فإذا لم يعرف الجواب كان غير عارف. قوله ومنهم أي الجهلة، قوله من لم يتقن العقائد إلى آخره بأن يكون عنده شك فيها أو ظن أو وهم أو جهل، قوله من أن مراده من الأذان ها؟ أذن باقي دقيقة هناك، أذن قبل المعاد بدقيقة فلا نقلد، لسه عندي 38 هنقعد نجاهد لحد ما الدقيقة تيجي. الله أكبر. خلاص خلاص جاءت علامة الأذان، نحن نؤذن عنك. تفضل منا ان شاء الله. تفضل يا مولانا. الله اكبر الله اكبر. ان يعدهم الى اخره. وهذا الذي حملنا عليه قول القاضي من أن مراده بالمؤمن المؤمن عند الله، يعني لا نحمل قول القاضي على أن مراده بالمؤمن كل من يظهر الإيمان، ولكن مراده بالمؤمن المؤمن عند الله. قوله وفي شرعه أطلق الشرع على الحقيقة وهي ما نظر فيها للباطن، ولو قال في الحقيقة لكان أولى. يعني في البعض يجعل الشريعة أو الشرع مقابل لإيه؟ للحقيقة، وفي البعض اللي هو يطلق الشرع على إيه؟ على الحقيقة اللي هي ما نظر فيها للباطن. يبقى الشريعة هي ما نظر فيها ايه؟ ها؟ الشريعة ما نظر فيها لإيه؟ للظاهر، والحقيقة هي ما نظر فيها للباطن. يلا يا شيخ محمد. قوله قد صرح في معناه إلى آخره طبر عن قوله وهذا الذي حملنا عليه. فين؟ قوله قد صرح بمعناه شرف الدين من كل سالم خبر عن قوله وهذا الذي حملناه. قوله المعاني يعني قوله وقد صرح بمعناه شرف الدين ابن التلمساني او التلمساني في كتابه المعاني، قوله قد صرح الى اخره خبر عن قوله هذا الذي، قوله المعاد كتاب لفقر الدين الرازي. خلاص كده؟ في شرح المعالم، يعني المعالم ده كتاب لمين؟ للفقر الرازي. شرحه مين؟ شرف الدين ابن الايه؟ التلمساني. قوله بالإيمان أي مشتق منه وهو مؤمن، وكذا يقال بقوله بالكفر. من أن حقيقة فنقل عن القاضي أن حقيقة الإيمان مش كده؟ ولا قبل وهذا الذي حملنا عليه فقد صرح بمعناه شرف الدين ابن التلمساني في شرح المعالم حيث تعرض لمن يحكم عليه بالإيمان أي بما اشتق منه وهو مؤمن، يعني لا نحكم عليه بأنه إيمان ولكن نحكم عليه بلفظ مشتق من الإيمان وهو إيه؟ مؤمن. وكذا يقال بالكفر، يعني حتى في الكفر لا نقول فلان كفر ولكن نقول كافر، يعني نحكم عليه بالمشتق من الكفر لا بالكفر نفسه. قوله أن حقيقة الإيمان الإضافة للبيان،
لأن الحقيقة هي الإيمان. قوله ترجع إلى آخره من رجوع الكل إلى أجزائه بناء على أن الإيمان هو التصديق أي الإذعان والمعرفة. وقيل إنه التصديق القلبي بشرط تبعيته للمعرفة، وقيل إنه المعرفة بشرط أن يتبعها حديث النفس أي التصديق القلبي. إذن فاختلفوا في المراد بالإيمان. ما هو الإيمان؟ في أقوال الإيمان هو إيه؟ التصديق أي الإذعان والمعرفة، يعني يكون هناك معرفة ومعها إيه؟ إذعان يعني قبول ورضا وتسليم، ليس مجرد معرفة فقط وجحدوا بها إيه؟ استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. بين في معرفة لكن لما لم يكن هناك إذعان كان هناك جحود وعدم تسليم، فلا تكون المعرفة إيمانا إلا إذا صاحبها التسليم والانقياد والإذعان الباطني. فالإيمان هو التصديق أي الإذعان والمعرفة. وقيل إنه التصديق القلبي بشرط تبعيته للمعرفة، يعني يكون هذا التصديق تابع للمعرفة لا تابعا للتقليد. وقيل الإيمان هو المعرفة بشرط أن يتبعها حديث النفس، يعني مجرد المعرفة لا نسميها إيمان، إنما نسميها إيمان إذا حدثتك النفس بأنها راضية وقابلة أو أنها مؤمنة. وحديث النفس يعني كأنه يقول في نفسه أنا مؤمن، أو يحدث نفسه بأنه مذعن وقابل وراضي. وليس حديث النفس يعني كلام يدور في النفس، مفهوم؟ القول الثاني كده هو القول الأول على إثبات اللفظ. إيه القول الأول؟ لا اثنين دول، إنما القول الثالث المعرفة فقط، بس ده شرط والشرط خارج، أما هناك هو مركب من اثنين. أما القول الثالث يختلف عن الأول بأن الأول مركب من اثنين، أما الثالث واحد، والجزء الثاني ليس شطرا بل هو شرط، والشرط خارج عن الناهية والشطر داخل فيه. قالوا قال الإنسان قوله يرجع إلى الجهل المنشور تعينه الإيمان إلى آخره، أي الجهل بأقاربه. ما هو الإيه الذي يرجع إلى الجهل؟ الكفر يرجع إلى الجهل بما شرط علمه في الإيمان، يعني في أشياء عشان تؤمن مشترط أن تكون عالما بها، فإذا جهلتها فأنت لست بمؤمن. إذن فالكفر يرجع إلى الجهل، والكفر في الحقيقة هي معنى كلمة كفر يعني جهل. يعني لما قال قوم موسى لسيدنا موسى اجعل لنا إلها كما لهم قائمة، قوم تجهلون يعني كفار، هنا جهل ده. والكفر هو الجهل بالله، والإيمان هو المعرفة. يبقى يستلزم هذا المعرفة عن العلم. يبقى إذا كان الإيمان علما ومعرفة فالكفر جهل وإيه وغباء. قوله يرجع إلى الجهل بما شرط إلى آخره، أي إلى الجهل بعقائد شرط العلم بها إلى آخره. يعني انت مشروط منك عشان تؤمن تعلم هذه العقائد وتعرفها، يعني مثلا مشروط منك ان تعرف التوحيد. فواحد لم يعرف التوحيد بل جهل التوحيد لانه قال بالتثليث فهذا كافر لجهله بالوحدانية. إبقى أي الجهل بعقائد شرط العلم بها من رجوع الكل الى جزئياته، وأراد بالشرط ما تتوقف عليه حقيقة الإيمان فلا ينافي ما تقدم من أنها جزء منه. يعني الفرق يا شيخ محمد بين القول الثالث والقول الأول؟ هما في النتيجة واحد، يعني بيقولك ده مش منافي ده، بس في الأول كان الجزء وهنا صارت ايه شرطا. يعني على القول الاول يبقى الايمان ايه مركب، وعلى الثاني يبقى الايمان بسيط.
لأن الشرط كذا. قوله إجماعا راجع لقوله شرط ولقوله يرجع. قوله أو التنبيه به أي بما شرط عن الجهل. يبقى بما شرط فالكفر يرجع إلى الجهل بما شرط علمه في الإيمان إجماعا. يعني بس لازم يكون شرط أن يكون معلوما ده محل إجماع، إنما المختلف فيه ما يقولش. أو التكذيب به يعني لا يكون كافر مجمعا على كفره إلا إذا إيه كذب ما علم إجماعا. خلاص كده. والمؤمن لا يكون مؤمنا إلا إذا صدق ما علم إجماعا. يعني المختلف فيه الأمور التي ليس مجمعا عليها نبعدها عن هذا الإيه عن هذا الإطار أو عن هذا الإيه المجال. إذا قوله إجماعا راجع لقوله شرطة مش علمة، يعني هذا الشرط يعني اشترطوا انه في عقائد معينه اللي هي اصول الايمان لا بد من اشتراط العلم بها، فلا يكون مؤمنا الا بها ولا يكون كافرا الا بتكذيبها اللي هي ايه اجمع على انها شروط الوحدانيه البعث الايمان اللي هي الاركان الاساسيه. انما ما حدش مثلا قال من شروط الايمان ان تعرف هل الله تعالى له يد أو تعرف أن له مكان أو لا تعرف أو صفات. خلاص دي الأشياء اللي مجمع على أنها شرط، يعني لا يتحقق وصف الإيمان إلا بها ولا يكون الكفر إلا بإيه بإنكاره المجمع عليها اللي المتواتر اللي بنسميها المعلوم من الدين بالضرورة. يعني مثلا لو واحد مثلا أنكر أنه اللحية سنة يقول لك لا ده عادة، أو أنكر النقاب يكفر ده؟ لا 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 قضية ثانية. قوله أو التكذيب به أي ما شرط علمه إلى آخره وهو عقد على الجهل. قوله التوحيد أي مسائله كلها يعني بيقول لك إيه وكذا الإعراض عن النظر في التوحيد كفر لما يلزمه من الجهل. انك اذا اعرضت عن النظر خلاص كده وقد خلق الله العادة او اجرى العادة بعدم تواطؤ العقلاء على الاعراض عن النظر. يعني بنقوله افتراض واحد ايه قال انا لا انظر، ولذلك اختلفوا فاكرين زمان في اول الكتاب لما قلنا النظر ده دليل وجوب عقلي ولا شرعي، فالمعتزلة قالوا لو وجب شرعا لأدى إلى إفحام الرسول فمعناها يجب عندهم عقلا، والأشاعرة قالوا كذلك لو وجب عقلا لأفحم، مش عارفين نروح فين احنا. قالوا كيف يفحم يعني؟ يجي يقول لك مثلا الرسول انظر، يعني يقول له أنظر، يقول لك لأن الإيمان النظر ده واجب عليك شرعا. يقول طب الشرع ده لم يثبت عندي ولا يثبت إلا إذا نظرت وأنا لا أنظر، إذن إيه توقف الشرع ثبوت الشرع على النظر وتوقف النظر على ثبوت. يقول لك والله أنا مش هنظر إلا إذا علمت أنه واجب شرعا ولا أعلم أنه واجب شرعا إلا إذا نظرت، فتوقف النظر على النظر فهذا دور. فعشان كده قالوا إيه لو وجب شرعا هم المعتزلة لأدى إلى إفحام الرسل. ده بيجي يقولوا خلاص الوجوب عقلي، يقولك برضو مش حنظر وأنا أتعب ليه انظر. يقول لك والله أنا لا أنظر إلا إذا علمت أن العقل يوجب علي ولا أعلم أن العقل يوجب علي إلا إذا نظرت وأنا لا أنظر.
فحيفحم مين؟ الرسول اللي حي يقول له كده حيفحم، يعني زي ما بيقول ايه يلجم ما يستطيعش، وحيقول ايه. وكذلك اذا هم افحمونا احنا هنفحمهم، فتساوت المسألة، فاصبح لا هو واجب عقلا ولا هو واجب ماليا. قال لك اصبح الله تعالى اجرى عادتهم بعدم توافق العقلاء على الاعراض عن النظر. ربنا خلقها فيك امر فطري كده، بانه انت مفطور دايما على الجوع والعطش والشرب، كذلك مفطور على حب الاستطلاع على النظر. عمرك ما تشوف ده، انت لما تسمع دوشه او ضرب نار او حاجه ما تقفلش الباب، يبقى عندك ايه حاجه تدعوك او تشوف مين اللي ضرب، مين اللي مات، مين اللي ولع، مين اللي عندك حاجه كده. انت لما تروح تشوف مين الحريق اللي قام ده ومين كده، وتبص من السطوح من الشباك، هل انت فكرت انه النظر ده عشان تشوف الحريق او تشوف ضرب النار او تشوف المعركه، هل ده فكرت انه ده ليه دليل شرعي ولا ليه دليل عقل، ورحت كده منقاد مباشره ودفعتك الفطره الامر المركب فيك ده الى ان تنظر؟ خلاص كده واضح. زي واحد بيطرق الباب، تقعد انت ايه تصرخ من جوه مين؟ يقول لك مش هقول لك انا مين الا اذا فتحت. تقول والله وانا مش هفتح الا لما اعرف، ولا هو هيدخل ولا تعرف. يا ابني افتح. طب انت مين؟ مش هقول لك بس افتح. طب انا مش هفتح الا لما تقول. طب وانا مش هقول لك الا اذا فتحت. مش هيستسلم خلاص، تبقى هتتوقف الحاله، لا الباب هيتفتح ولا انت هتعرف. لأن معرفتك به يعني بالطارق متوقفة على فتح الباب، وفتح الباب متوقف على معرفتك. قبول التوحيد أي في مسائله كلها. كذلك الإعراض عن النظر في التوحيد كفر لما يلزمه، يعني هو إيه الإعراض من الجهل. وكذلك الشك والظن فإنهما يستلزمان، يعني الإعراض عن التوحيد يستلزم الجهل، مش كده؟ طب والشك والظن والوهم يستلزمان انتفاء المعرفة؟ وانتفاء المعرفة جهل ولا مش جهل؟ والتقليد عند القاضي ومن تابعه من الجمهور كذلك. فانظر عزوه كفر المعترض عن النظر والمقلد إلى كفر المعرض. فانظر عزوه، يعني يعزو يعني يرجع الكلام إلى مصدره، ده العزو. عزى كفر المعرض عن النظر والمقلد إلى القاضي. القاضي من هو هنا؟ والجمهور ينبيك، يعني الجمهور جمهور أهل العلم، ينبيك يعني ينبئونك، ولم يقل والجمهور ينبون أو ينبئون، قال ينبيك يعني أفرد مراعاة لللفظ، فكلمة الجمهور لفظ ولكنه إيه جمع، والجمهور حق واحد مثلا عاوز يلعب الكرة ولازم عاوز جمهور يجيب واحد ولا يجيب بس إيه جمهور. فقال الجمهور ينبيك، فأفرد مراعاة إيه لللفظ، ولو جمع مراعاة للمعنى لكان إيه أفضل. أن القاضي والجمهور لا يمنعان وجودهما بل إيمانهما، يعني ما منعوش إيه وجود إيه المعرض وإيه ثاني من ثاني، لا يمنعان وجودهما، أريد وجود مين؟ المعرض والمقلد، بل إيمانهما. حلوة من الشيخ السنوسي ده، يقول إنه إيه عند الجمهور ما منعوش إيه إيمانهما، يعني كأنه بيعترف إن الجمهور قال بإيمان الإيه. وأما ما نقل عن طائفة من أهل العلم، في جماعة من أهل العلم قالوا يا عم أنتم بتدعوا بنفسكم ليه؟
ونظر وأدلة وحدوث عالم ورد على الفلاسفة ورد على الشبهات، وانتم قاعدين تتعبوا نفسكم على الفاضي. ده في نقل عن طائفة من أهل العلم أن الله معروف بضرورة العقل، تمام كده؟ فإن أرادوا يعني اللي هم إيه ما نقل عن طائفة الطائفة دي، إن أرادوا أن النظر في معرفته تعالى ينتهي إلى الضرورة فمسلم، لأن معرفته جل وعلا بل ومعرفة جميع عقائد الإيمان إنما هي بالبراهين، والبراهين لا بد أن تنتهي إلى مقدمات ضرورية، وإلا لزم التسلسل ولم تنتج القطع الذي كلفنا به في العقائد. وإن أرادوا أنه معروف بضرورة العقل بدءا بحيث لا يفتقر إلى نظر أصلا فلا خفاء في نقلان هذه المقالة. وقد اختلف الأئمة بعد تحقيق الاستدلال على حدوث العالم ببرهانه. هذا قضية اقرأ شيئا. قوله في التوحيد أي في مسائله كلها إلى خصوص اعتقاد أن الله واحد. لما يقول الإعراض عن النظر في التوحيد يعني في مسائله كلها، يعني فيما يتعلق بالإيمان من البعث والحشر والنصر والنشر والصراط والإيمان بالكتب والرسل والسمعيات، يعني كل المسائل، مش الايه خصوص اعتقاد صفة الوحدانية. يعني كلمة التوحيد أو علم التوحيد يطلق ويراد به الايه المباحث المتعلقة بالاعتقاد، وليس خصوص الايه الكلام فيما يتعلق بالوحدانية. وسموه لي علم التوحيد ما هو في مسائل كثيرة، قال لك ما هو أصل أحسن حاجة وأشرف حاجة وأهم حاجة هي التوحيد، فعشان كده سموه التوحيد. لكنه في أمور ليست متعلقة بإيه بالكلام في الوحدانية. خوف من الجهل أي من أعطاء الذي شرف العلم بها في حقيقة الإيمان. قوله وكذلك الشك والظن إلى آخره، يعني الإعراض عن النظر في التوحيد كفر لما يلزمه من الجهل. الجهل يعني بالعقائد التي شرف العلم بها في حقيقة. إذا ما فيش علم خلاص ما فيش إعراض، ما فيش نظر، معرض عن النظر، يبقى معناها لا يمكن أن يكون عنده علم. وهذه العقائد مشروطة بالعلم، يعني مشروط العلم شرط في إيه في الإيمان بها، ما ينفعش نؤمن بها كده اتباعا وتقليدا. وكذلك إيه وكذلك أي كفر بما يلزمه من امتثال المعرفة. وكذلك يرجع إليه في المد، وكذلك الشك، يعني الشك كفر والظن كفر ويتاني والوهم كله كفر لما يلزمه من انتفاء المعرفة. قوله عزوه يعني ابن التلمسان، قوله والمقلد هو فرد من أفراد المعرض لصدقه به ومخال الذهن فلا حاجة بذكره. يعني عاوز اقول لك المعرض ده، المعرض عن النظر احد ايه احد اثنين، يا اما يكون معرض لانه خالي الذهن او معرض لانه مقلد. قوله ينبيك يعني ايه كلام مين؟ كلام الجمهور. ينبيك، طب كيف الكلام ينبئك؟ يعني اذا تأملت فيه. قوله لا يمنعان وجودهما، أي فكيف يقول البعض المعاصر لا يوجد مؤمن إلا وهو إيه هو عارف، يعني كانوا بيقولوا ده محدش منع وجود الإيه المقلد والمعرض. يبقى إذن كيف يقال إنه لا يوجد مؤمن؟ أهو في مؤمن مقلد وفي مؤمن ها ما عندوش معرفة، عنده إعراض. قوله أن النظر من قوله فإن أرادوا أن النظر في معرفته، النظر يعني الدليل، وقوله في معرفته بمعنى النظر مش في معرفته، لأن احنا بننظر حتى نصل إلى المعرفة،
يبقى النظر مش في معرفته، النظر لمعرفته، يعني اللام هنا تكون تعليلية، يعني النظر ليوصلنا إلى المعرفة. والمراد أن يوصلنا لمعرفته فهو متعلق بمعلوم. قوله إلى الضرورة أي قوله إلى المتعلمات إلى آخره أي إلى يعني إما برهان مقدمات ضرورية أو بلا مقدمات يعني أدلة مقدماتها ضرورية. قوله هو إلا وإلا لازم التسلسل، يعني إيه معنى الكلام ده يا شيخ محمد؟ يعني يقول لك البراهين، البراهين يعني الأدلة العقلية دي اللي هي عقلية نظرية فيها تأمل وفيها نظر وفيها إعمال فكر، لا بد أن تنتهي إلى مقدمات ضرورية وإلا لازم التسلسل. يعني لو كان المقدمة النظرية مسبوقة بنظرية والنظرية مسبوقة بنظرية والنظرية بنظرية وهكذا حيتسلسل إلى لا أول، فلا بد أن تنتهي المقدمات إلى إيه؟ للنظرية إلى، وإن لم تنتهي النظرية إلى ضرورية لزم التسلسل، والتسلسل محال، وما أدى إلى المحال فهو إيه؟ قوله وإن لزم التسلسل أي وإن بأن كانت البراهين التي مقدماتها ضرورية لتنتهي إلى أدلة مقدماتها ضرورية يعني لازم الدليل اللي هو نظر في تأمل ينتهي إلى الضرورة، يعني إلى الحس أو إلى السمع أو إلى المشاهدة. يعني مثلا أنت تقول كده شو كده العالم شو كده حادث، المقدمة دي مش ضرورية، دي إيه؟ العالم متغير. طب لازم ننظر فيها فنردها الى ايه؟ الى اشياء مسلمه. يعني نقول ايه؟ تغيره ده ثابت بالمشاهده، ليل ونهار وحر وبرد في تغيرات، مش حاجه ثابته، الطفل يغير بيموت، فهذا ايه؟ ضروري نشاهده ونشعر به. فاذا ردينا الاشياء اللي فيها تامل وفيها نظر الى الضروري يبقى كده انقطع التسلسل. اما اذا قلنا والله ده دليلها لها دليل وليها لها دليل واللي قبلها، يبقى كده مش هنخلص، فلا بد من انتهاء المقدمات النظريه الى ايه؟ الى ضروري. زي بالظبط كده، انت بص كده، بص كده على السقف ده، انت هنا وما فيش سلم، كيف تصعد الى الدور الثاني او كيف تنزل؟ خليك انت فوق كده عاوز تنزل، هتقعد تنظر يمين شمال، او قلت انا قفزت ممكن اتكسر ممكن اموت، تبقى هتعمل ايه؟ هتقعد تتامل. طب نعمل ايه؟ نجيب درجه عن السقف عالي، فننزل درجه، طب ما هو لسه في مسافه ثانيه برضه بعيده، يعني الدرجه دي مش هتعمل لي حاجه، من هنا اهو لهنا لما لسه باقي كام واحدة، فروح لما تجيب درجة ثانية يبقى كده برضو انظر فيها اقول لسه، وهكذا لحد ما اجيب درجة ايه من الارض، كده وصلت للضروري، يبقى تقعد تتأمل فيها لحد ما توصل للارض. اذا وصلنا للارض عمرك ما هتفكر كيف تروح لها، ما خلاص انت ايه عند الارض تحط رجلك، وهكذا تتدرج من نظري الى نظري، لكن النظر ده اعتبره زي درجات السلم، حينتهي الى الضروري يعني الى الارض، والا ما حدش حينزل من فوق ولا حدش حيطلع من تحت. قوله والى لازم التسلسل اي والى بان كانت البراهين التي مقدماتها ضروريه لتنتهي الى ادله مقدماتها ضروريه، بل الى براهين مقدماتها ضروريه لازم التسلسل. يعني لازم التسلسل، هنحط درجة وراها درجة وراها مش هنوصل خالص، ان كل درجة مسبوقة بدرجة، لا بد ان ننتهي الى الضرورية.
إذا كان يستدل على كل نظرية بدليل مقدماتي نظرية وهكذا، أي أو يلزم الأول إذا رجع الأمر إلى المقدمات النظرية التي أرسل بها الأول. يعني يلزم التسلسل إذا كان يستدل على كل نظرية بدليل مقدماته نظرية وهكذا، ويلزم التسلسل إذا ويلزم الدور إذا رجع الأمر إلى المقدمات النظرية التي تركب منها الأول. يعني مثلا شوف كده، ألف متوقف على باء، وباء على إيه؟ على تاء، وتاء على إيه؟ تاء على الجيم، الجيم على ايه؟ على حاء، والحاء على الخاء، الخاء على الدال، ابو الدال اللي قعدنا نقول الدال على الدال والدال وهكذا قعدنا نمشي على طول وما فيش، يبقى ده اسمه ايه؟ افرض قعدنا نقول الدال على الدال والدال على الراء والراء على الدين لحد ما وصلنا عند العين والغين والفهم والقاف، وصلنا عند اخر حرف اللي هو الياء، خلصت الحروف ورحنا قلنا الياء متوقفة على الألف، ده اسمه دور لأنه رجعنا للأول، ألف على باء لحد ما وصلنا للياء متوقفة على الألف، وحترجع الألف على الباء والباء اسمه بيدور، ده يلف ويدور نوصل عند الياء ورح يجينا عند الألف، ده ده اسمه الدور. أما إذا مشينا على طول الحروف ما خلصتش، يبقى هذا هو التسلسل، يبقى اسم كلمة دار يعني لف ودار ورجع زي الساقية اللي بتدور دي، من هنا تروح راجعة ثانية، لما توصل هنا بتعملها تروح راجعة ثانية، تيجي تروح راجعة ثانية، اسم ده الدوران زي بتاع شبرا ده، اسم ده ايه الدوران، أو الدور، إنما لو قعدت ماشي على طول لحد ما وصلتش خالص، اسم ده التسلسل. انت الفرق بين وكل تسلسل دور في المعنى، خلاص كده؟ يبقى التسلسل يعني توقف امور على امور غير متناهيه، خلاص كده؟ اما اذا توقف امر على امر ثم رجع الى الاول فقد دار، دار يعني كده اهل الدوله، يعني الدور زي ما قلنا من الدائره، أما التسلسل من السلسلة حلقة قبل حلقة قبل حلقة، مش عارفين فين الأولانية أو ما فيش أولانية، هكذا كل حلقة قبل حلقة، والدور التسلسل كلاهما باطل، مثلوا لبطلانه ببرهان اسمه برهان من أوضح البراهين اسمه برهان التطبيق، يقول لك استحالة الدور والتسلسل في العقل، وحتى مثلوا له مثال مفهوم سريع بتاع مثلا ايه الدرهم، معايا انا درهم هقول لك انا ايه، لا اعطيك درهم، اعطي مثلا الشيخ محمد الله من بلدي حدله درهم، بس خد بالك يا شيخ محمد الدرهم ده اللي حده لك متوقف، يعني اقول لك كده لا اعطيك درهما الا اذا اعطيتك قبله درهما، اي درهم ادهولك مشروط انك تكون خدت مني درهم قبله، طب لما اجي اقول لك خلاص سيب الدرهم ده اللي هو اخر واحد الدين اللي قبله، اقول لك برضه مشروط بدرهم قبله، لا بالدين اللي قبل اللي قبله، ما هو كل واحد مشروط بدرهم قبله، يبقى معنى كده ايه؟ انك مش هتاخد الدرهم ابدا، هتاخده كيف؟ يا ابو الدين اخر واحد ده، لا انت هديلك الدرهم بس بشرط ان اعطيك قبل كل درهم تاخذ درهم قبل، افرض ادت لك الدرهمين مع بعض اهو الدرهم وهو اللي قبله، اقول لك ما احنا قلت لك اي واحد في قبله واحد، واللي قبله في قبله واللي قبله في قبله، يبقى معناها ايه؟ افرض قلتها في العقل كده قلت لا اعطيك درهما الا واعطيتك بعده، هي العقل ايه يجوزها، بس يقول لك بشرط، بشرط يكون الدراهم مش هتخلص، يكون المعطي باقي، وهذا لا يتصور الا في الاله، الاله دائم هو
وخزائنه لا تنقص. فلو ربنا قال لك انا كل ما حاعطيلك نعمه حديلك نعمه بعدها كده العقل يقبل، لان الله دائم الوجود وهو الخزائن ممنوع، مش هتنفذ. ما حييش يوم يقول لك خلاص والله ده الخزينة فاضي عايزين نجيب قرض، هل ده يحصل؟ انما هذا لا يتصور الا في جانب الحق. ولذلك الشاعر قال كلمتين، النبي صلى الله عليه وسلم كذب وحده وصدق وحده. يعني الشاعر زمان اسمه لبيد، قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بيت من الشعر ليه ديوان لبيد، قال ايه؟ ما هو الديوان فيه بس بيت، بيقول ايه فيه؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة دائم. قال صدق في الأولى كل شيء ما خلا، لكن لم يصدق في الثانية إلا نعيم أهل الجنة. يعني عاوز يقول كل نعيم مهما كان حيخلص حينفد. قال لك لا، ليه؟ لأن نعيم أهل الجنة ما يخلصش، ليه لا ينفد؟ ليه؟ لأن المعطي باقي حي لا يموت، والعطاء عطاء ربنا يكله واحد. حتى العوام يقول لك الكلام مش بيخلص، اي حاجه تخلص. لو معك فلوس مثلا في قعدت تصرف 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 خلص تلقى جايبك تخلص، معك هدوم كلهم تلبس هتلقى خلاص ايه انتهت، معك عيال حيخلص مش كده؟ معك اي حاجه الا لسانك الكلام مش هيخلص، يعيد ويزيد. ده الحاجه الوحيده اللي ما تخلصش. فقال لك ايه؟ عطاء ربنا سبحانه وتعالى كلام يقول الشيء كن فيكون، مش هتخلص حاجه ابدا. قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه. يبقى عشان كده ايه؟ ها؟ العقل لا يتصور او يقول باستحاله التسلسل في الماضي، ولا يقول باستحالته في المستقبل. الماضي خلاص، لانه خد بالك حكايه الدرهم دي تبطل ايه؟ يعني هو الفلاسفه يقول لك يا اخي ما فيش داعي للاله، انت مين السبب في وجودك؟ تقول مثلا ايه؟ ابي مثلا، طب ابوك؟ ابوك وابوك ابوك وابوك. لو كان العمليه على ام الهاشمي دائم ما فيش داعي للاله. يعني خد بالك، لو لم نقطع السلسله او نحكم ببطلان او باستحاله التسلسل معنى كده نفي وجود الله. فلازم نيجي السلسله تنقطع، اذا كده اخر حلقه ثانيه. يعني ده مترقب على ده متوقف على ده، فاذا انقطع يبقى كل الممكنات مستنده في وجودها الى الله. لكن لو كان كل ممكن مستند الى ممكن قبله الى لا اول، فهذا معناه نفي الصانع، مش كده؟ يبقى معناها لازم تنقطع الايه؟ السلسله. زي حكايه الدراهم، يبقى معناها لو كان كل موجود في العالم متوقف على موجود قبله الى لا اول، يبقى معناها لا نوجد ابدا، لان وجودنا متوقف على وجودات لا اول لها. زي حكايه الدرهم بالضبط. يبقى لا بد من انقطاع السلسله، ولا بد للخلق من بدايه. وهذا ما صرح به القران، كما بدانا. يعني الخلق ليه بدايه، يعني ليه اول؟ السلسله لها بدايه، اول حلقه. انما لو قعدنا نقول كل واحده قبلها واحده قبلها واحده، يبقى ده التسلسل، وهذا كفر، لانه انكار ايه؟ وكل ادله علماء المتكلمين متوقفه على الحاجتين دول، ابطال الدور والتسلسل. اذا ما عرفتش تبطلهم يبقى معناه ما فيش داعي تقول بوجود الله. كيف تقول؟ قوله والمنتج انقطع وكما انها لم تنتج القطع لم تنتج الظن بالعقائد، والاولى فلم تنتج القطع تفريعا على قوله. يعني هي لا تنتج لا قطع ولا ظن، بس الاولى نقول ايه؟ ها؟
القطع تفريع على قوله والا لازم، لازم ايه؟ قوله وان اراد، قوله وان اراد انهم معروف بضروره. يعني هذا هو مراد الطائفه. خلاص يبقى عندك ايه؟ بيقول لك ايه؟ هات الكلام من اوله. لا هو يقول لك واما ما نقل عن طائفه من اهل العلم وان ارادوا، هذا هو مراد الطائفه لا ايه؟ لا الاول، لان قولهم اولى القول هم كانوا قبل دول، لان قولهم وما اقيم من الادله الى اخره يفيد ذلك. قوله بضرورة العقل أي بالعقل على طريق الضرورة، قوله بدءا أي إيه؟ ابتداء من غير توقف على شيء، تفسير للضرورة. قوله وقد اختلف، وقد اختلف إيه؟ وقد اختلف الأئمة بعد تحقيق الاستدلال على حدوث العالم ببرهانه، هل دلالته بعد ذلك على وجود محدثه ضرورية؟ هذا سؤال هنختم به الدرس وهنخلص. بقول لك الأئمة اختلفوا، تمام كده؟ اختلف الأئمة يعني العلماء أئمة علم التوحيد من عطف العلة على المعلوم وهي تنبيه لا دليل، إذ المعلوم ظاهر والأمور الظاهرة قد نبه عليها بعد تحقيق الاستدلال، أي بعد تحقيق الاستدلال فهو من إضافة المصدر لمفعوله. ممكن المصدر يضاف إلى فاعله ويضاف إلى مفعوله، هنا من باب الإضافة إلى المفعول. قوله ببرهانه أي الحدوث والإضافة للجنس المتحقق في متعدد، يعني الجنس يتحقق ممكن في واحد، ممكن يتحقق في إيه؟ متعدد. يعني مثلا إنسان ده نوع، حيوان جنس، هذا الجنس تحقق في متعدد، يعني في إيه؟ في الإنسان والفرس والغراب إلى غير ذلك. لأن العالم لا يتم الاستدلال على حدوثه إلا ببرهانين، لأن برهانين يعني مقدمتين، لأنه أجراض وأعراض. إيه الفرق بين الدليل والبرهان؟ قيل هما مترادفان، وقيل الدليل يطلق على المفرد والبرهان على المركب. يبقى كل ايه؟ برهان دليل، وليس كل دليل برهان، لانه اجرام واعراب. فتقول الاعراب متغيره من عدم الى وجود ومن وجود الى عدم، وكل ما كان متغيرا فهو حادث، فالاعراب حادثه. ثم تقول الاجرام ملازمه للاعراب الحادثه، وكل ما كان ملازما للحادث فهو حادث، فالأجرام حادثة. قولوا هل أحدث سؤال. اختلف الأئمة بعد تحقيق الاستدلال، يعني بعد ما قالوا أنه العالم إيه، بعد ما استدلوا على حدوث العالم اختلفوا فيه. العالم حادث، هذا محل اتفاق بين أئمة الكلام، لكنهم اختلفوا بعد تحقيق أو التحقق من حدوثه، هل دلالته على وجود محدثه هل ضرورية ولا إيه؟ ولا نظرية. وإليه ذهب الفقر، يعني الفقر ذهب إلى إيه؟ إلى أن طالما عرفنا أن العالم حادث بضرورة العقل، عالم حادث أيوه، لا بد له من محدث. زي ما احنا ماشيين في الشارع ولقينا قتيل مقتول، فده امر بضرورة العقل لا يختلف عليه اثنان، فنقول لا بد له من قاتل. وجدنا حاجة مكتوبة على الحادث لهم دار السلام. لو انا جبت لك الانس والجن وقلت لك المكتوب ده ليس له كاتب تقبل؟ يبقى اذا دلالة حدوث العالم على محدثه ضرورية، وإلى هذا ذهب الفقر من أول الأمر. أم نظرية، يعني يحتاج معها إلى ضميمة شيء آخر. نظرية يعني عاوز إيه؟ نجيب مقدمة ونجيب
شيء آخر نضمه حتى إيه يتحقق الدليل. وإلى ذلك وإليه ذهب إمام الحرمين. مين هو إمام الحرمين ده؟ عبد الملك الجويني. مش مرة بسأل واحد مين إمام الحرمين يقول الحذيفي ولا شيء. الملك إمام الحرمين ده الجويني خلاص زمان مش دلوقتي سنة كام مش محمد الجويني كم؟ قبل ما تقلق الموضوع ده خالص. واسمه عبد الملك وهو عراقي مش من الحرمين بس سمي إمام الحرمين لمجاورته به. ومش إمام يعني كان بيصلي بالناس في الحرم ده كان عالم لأنه كلمة الإمامة أو كلمة إمام لها أربع معاني. في إمامة إمامة بالنص كده قال إني جاعلك للناس إماما ده مش متعين في الأوقاف ده سيدنا إبراهيم إمام بنص من الله تعالى. وبعدين في إمامة في العلم إمام البخاري إمام مسلم الأئمة الأربعة. وفي إمامة في العبادة يعني بيؤمنا في الصلاة. وفي الإمامة العظمى اللي هي الخلافة. الإمامة أربع أشياء. يبقى إمام الحرمين ده يعني يعني عالم الحرمين يعني الإمامة عن التقدم هو متقدم في العلم حتى صار إماما. وقد تجتمع الأربعة في واحد كما اجتمعت في رسول الله فكان إماما بالنص وإماما في العبادة وإماما في العلم وهو الحاكم هو رئيس الدولة. اجتمع الأربعة. أما أنت أكثر ما تصل إليه أنك تعم الناس. وإليه ذهب اللي هو إنها إيه ذهب إمام الحرمين وجماعة من المحققين ضروري أن لا يحتاج معها إلى ضميمة شيء آخر بل متى ثبتت عند العقل أو متى ثبت عند العقل حدوث العالم بالدليل انتقل الذهن لوجود محدثه. يعني أول ما يقع في نفسك أن العالم حادث ينتقل الذهن إلى أن له إيه إلى أن له محدث فصدق به يعني يصدق ذلك. شيء آخر يعني هو الإمكان يعني هل نضم مع الحدوث الإمكان فيقال العالم حادث ممكن ولا نكتفي بأنه حادث على وجود محدثه. والله ممكن نضم الإمكان ما فيش مانع وكل ما كان كذلك فله محدث ينتج العالم له محدث قوله دلالته. وإليه ذهب إمام الحرمين وجماعة على ما سيأتي تحقيقه إن شاء الله. فإذا كان هذا الخلاف بعد علم الحدوث للعالم المتضح بحسب الظاهر دلالته يعني دلالته على وجود محدث في أظهار العقائد متعلق بمحذوف خبر كان أي كان أي موجودا في أظهار العقائد يعني كون العالم له محدث هذا أظهر حاجة في العقائد لأن كل حادث له إيه محدث وهو علم وجوده جل وعلا الذي اتفقت عليه جميع العقلاء إلا من لا يعتد به. يعني يقول لك مسألة العلم بوجود الله تعالى شيء اتفق عليه العقلاء. ليه؟ لأنه كما ذهب الرازي إلى أنه ضروري والضروري لا يختلف عليه كالعلم بأن السماء فوقنا والأرض تحتنا والعلم بوجود أنفسنا يعني العلم بالضرورية فشيء ظاهر. بيقول لك يعني لأنه اتفق أي إنسان عنده عقل يتفق على ذلك إلا من لا يعتد به إنسان مجهول معاند مكابر. ولئن سألتهم أعتى الكفار وأشد الناس إنكارا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. اسأل كده أي واحد إيه رأيك فرعون نفسه قال أنا ربكم الأعلى بضرورة العقل لم يستطع أن يقول أنا خلقت السماوات والأرض والجبال. كان واحد قال له يا بني آدم أنا قبلك في السن يعني أنا أكبر منك بعشر سنين
والسماوات والارض كانت موجوده وانت اصلا كنت ببطن امك او ما كنتش موجود اصلا. فما استطاعش يدعي هذا لان العقلاء سيه سيكذبون. يبقى فرعون ادعى ايه؟ بل يموت موسى وهذه الانفال اللي لا يعني هو الجماعه السلفيه يقول لك ايه؟ بناء على كلامهم فرعون ما ادعاش خلق السماوات والارض. هل قال كده؟ لا. انما ادعى ايه؟ الالوهيه. ما علمت لكم من اله. يبقى كده معناها هم عاوزين نبطل الكلام اللي بيقولوا عليه توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه. فرعون ما فرقش بينهم، قال انا ربكم وقال ما علمت لكم من اله. ففرعون ما عرفش يفرق، ما كانش ابن تيميه ظهر ما عرفش الفرق بين ده وده، والا كان ادعى الالوهيه فقط، لان الربوبيه معناها متعلقه بالخلق. قالها برضه بس ما فهمهاش. مش قال انا ربكم الاعلى وقال ما علمت لكم من اله، ولم يقل ما علمت لكم من رب. يبقى عند فرعون الرب والاله واحد. فكيف بمن فكيف بأغمض منه؟ يعني إذا كان الحاجة الواضحة الظاهرة في العقائد أمال كيف الغامض؟ ولا إن سلمت الضرورة في هذه العقيدة الواضحة تسليما جدليا وأن كل مظهر للإيمان لا يقلد فيها، فمن أين تلزم الضرورة في سائر العقائد المشترطة في الإيمان؟ وقد علم تشتت أنظار العقلاء فيها ووقوع الغلط فيها لأكثرهم، ولم يوفق لإصابة الحق فيها إلا الأقل. والحق في المسألة كان أوضح من أن تفتقر معه إلى مثل هذا الطول. لكن شوف الراجل كم صفحة، 95 صفحة، وقال لك الحق في المسألة كان واضح، ما كانش في داعي لإيه؟ لأن تطول. لكن قد يضطر إلى بيان الواضح بسبب خفائه لجمود القرائح. نسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويوفقنا لاتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويعيننا على إيه؟ على اجتنابه. كده انتهى الفصل، بس باقي حاجة في الحاشية عشان يلا. قوله وهو أي من قول العقائد. قوله عين الوجود لإضافة الصفة للموصوف أي من وجوده المعلوم الذي اتفقت إلى آخره توضيح لقوله أظهر العقائد. قوله إلا من لا يعتد بهم، يعني يقول لك ما حدش من العقلاء أنكر وجود الخالق إلا من لا يعتد بهم. يعني عارف المعركة الأساسية التي جاء الرسل والأنبياء عشانها مش إثبات وجود الله، ده إثبات أن الله واحد، جعل الآلهة إلها واحدا. يبقى يعني لم يبعث الرسل والأنبياء عشان يقولوا للناس الله موجود، لأن هذا مدرك بالفطر وأمر ضروري. ما حدش أنكره إلا من لا يعتد به. من هم من لا يعتد؟ طائفة زمان كان اسمهم ايه؟ الدهرية او الدهرية بالضبط. فانهم انكروا وجود الصانع. وطائفة حديثة اللي هي الشيوعية اللي هم قالوا لا اله، وقالوا الدين افيون الشعوب، قالوا فيش اله. يبقى اذا في طائفة حديثة وطائفة قديمة، مش كده قالوا كده ولا مغرور؟ أنكروا وجود الصانع، أن العالم عندهم أجزاؤه قديمة وتركبه منها عار على وجه الاتفاق. يعني الجماعة دول يقول لك إيه؟ مفيش حاجة إيه؟ يعني حادثة. يعني مثلا تقول لهم الورقة دي، لو أنا أحرقت الورقة يقول لك لم تنعدم وإنما بقت إيه؟ رمال، أو بقت تراب، التراب يدخل في أعضاء ويتكون منه، وهكذا. المادة بتاعت العالم لا تتغيرش لكن تتشكل الصورة اللي تتغير، زي السرير تفكه يبقى شوية خشب، تحرقه يبقى شوية حجر، يتحط في الأرض ينبت تاني شجرة، يعني المادة زي ما هي لا تفنى، إنما الصورة هي الإيه؟ اللي بتتغير.
يعني زي العجينه بالظبط، حته العجينه تعملها رغيف، تعملها كعك، تعملها فينو، تعملها مش عارف بسكويت، هي هي العجينه. فتشكل فيها ايه اللي بيتغير الصوره؟ ده عقيده الفلاسفه، يبقى الحاجه زي ما هي بس كل الله في الامر بتتغير. قوله لئن سألتهم شهيد لقومه اتفقت عليه جميع العقلاء. يعني هو كانه بيستشهد انه جميع العقلاء، بدل حتى اللي هم مش مؤمنين الكفار لما تسالهم مين العقلاء هم يقولوا ايه؟ الله. قوله فكيف باغمض منه، يعني باقي الصفات. وفيه انه اظهر العقائد فلا، وفيه انه اظهر العقائد فلا غموض فيه. يعني ايه ما هو اظهر العقائد؟ مساله وجود الله. خلاص كده؟ اما يعني مساله وجود الذات، اما الغامض اللي هو الصفات. ويجاب بان المراد باغمض منه ان لو كان فيه غموض، او ان اغمض بمعنى غامض. قوله في هذه العقيده اعني وجود المولى تسليما جدليا، يعني تسليما لاجل الالزام. نعم. قوله الضروره اي العين الضروري. قوله في سائر اي باقي. قوله كلمه سائر لها معنى، يقول لك كده ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ابي ورضي الله عن ابي بكر وعمر وعثمان وسائر اصحاب. سائر يعني باقي. سائر يعني معناها جميع يعني كل، او معناها باقي. اذا قلنا مثلا كده ومالك زي ما قال في الشمسيه، ومالك وسائر الائمه يعني الباقيين الشافعي. انما لو قلنا مثلا سائر الائمه يعني جميع الائمه، فسائر اما ان تكون بمعنى جميع، اما ان تكون بمعنى ايه؟ باقي. نعم. قوله وقد علمنا تشكك انظار الخلاء حال. قوله فيها اي في تلك العقائد اي في شانها. فبعضهم قال انه قادر بذاته، وبعضهم قال قادر بقدراته الذاتيه. يعني اختلفوا فيها المذاهب. المعتزله قالوا هو تعالى قادر بس بذاته، ما فيش صفة زائدة. وبعضهم من أهل السنة قال قادر بقدرة زائدة على ذاته، وهكذا. قوله إلا الأقل يعني أهل السنة. خلاص؟ يعني أغلب أو أكثر أهل الفرق ضالة، إلا مين؟ أهل السنة. قوله الحق في هذه المسألة، أي مسألة هل كل مؤمن عارف أو لا، أو مسألة التقليد هل هو كافر أم لا. قوله كان أوضح، كان يقول لك يعني الحق في المسألة دي كان واضح جدا. ما طولت ليه؟ قال لك والله احيانا الواحد بيضطر الى بيان الواضح، ويوضح الواضح بسبب الغباء الزياده، بسبب كفائه لجمود القرائح. تمام كده؟ طيب. قوله كان اوضح، كان زائدا، واوضح بمعنى واضح. يعني كان اوضح، يعني هو اوضح، كان زائدا، واوضح بمعنى واضح. قوله من ان تفتقر إلى آخره، أي وضوحا غنيا عن أن تفتقر معه إلى مثل هذا الطول المصاحب له. قوله بسبب خفائه، أي على بعض الناس. قوله لجمود القرائح، تعريض بالخصم المنازع في تلك المسألة، أعني ابن ذكري. يا عم سيب الرجل في حاله. قوله الحق، أي في نفس الأمر. قوله حقا، يعني اللهم أرنا الحق إيه؟ حقا. يعني في ناس شايفين الحق باطل، في ناس شايفين مذهب أهل السنة الأشاعرة شايفين مذهب باطل، وفي ناس شايفين المذهب الباطل هو الحق. فنعمل ايه؟ فتقول اللهم أرنا الحق ولا تسكت، أرنا الحق حقا، وأرنا الباطل ايه؟ باطلا. قوله الباطل أي في نفس الأمر، قوله باطلا أي ايه؟ ظاهرا. يبقى كده ان شاء الله تعالى اذا عشنا نكمل، ما عشناش قلنا خدنا الفصل كله. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على البعض ملائكة ومدادك لناتك كلما ذكرتك اللهم صل أفضل صلاة.
شاء الله تعالى موعدنا معكم بعد شهر رمضان إن شاء الله، وبعد صيام ستة من شوال. نعم؟ 15 شهر. 15 شهر.